الموجود في هذه اللجنة. حضرتك يمكن احنا فقدنا فترات طويلة جدا جدا هذه الاتفاقيات، ويمكن كان وزارة البترول مقيدة بقوانين قديمة، لكن هذه الاتفاقيات بتؤدي إلى أن يكون في انتشار في والتوسع في الكشف واكتشاف ثروات مصر واستغلالها في هذه المرحلة. احنا باسمي واسم حزب الوفد سيادة الرئيس بموافقة على المشروع حسن. شكرا سيادة الرئيس.